مجلة النور مجلة أكاديمية فصلية تصدر مرتين في السنة باللغة العربية، ويتم مسحها من المؤشرات الدولية مثل إبسكو مصدر بحث العالمي العربي المصدر يعني، وقاعدة البيانات الإلكترونية العربية المنهل. إلى جانب ذلك فإنه يتم نشر المجلة من قبل معهد البحوث العلمية والتكنولوجية بتركيا اسمها توبيتاك، التي تتبنى دارجيباك بوصول مفتوح. يمكن الوصول إلى جميع أعداد مقالات المجلة من الموقع الإلكتروني. وحسب التحقيق الذي قمنا به فإنه قد حصل أكثر من 30,000 تحميل من موقع دارجيباك لمقالات مجلة النور فقط، بالإضافة إلى ما يزيد مجموعه عن 20,000 تنزيل من مؤشر المنهل والمصدر. صدر حتى يومنا هذا 16 عددا من المجلة التي يرأس تحريرها أستاذ الدكتور عمار جدال من جامعة الجزائر. هذه المجلة من بدايتها من سنة 2010 جونفي 2010 بداية صدورها، وهي الآن في العدد 16. كانت فلسفتها قائمة على الاهتمام بملفات تهتم برسائل النور، كانت من بينها التربية في رسائل النور، الأخلاق في رسائل النور، العلم في رسائل النور، الإصلاح في رسائل النور، الإنسان في رسائل النور. وكان العدد بالنسبة للعددين الأخيرين كان لنا اهتمام كبير جدا بالعمل الإيجابي في رسائل النور في العددين العدد 14 والعدد 15. ويرسل الأكاديميون مقالتهم إلى المجلة من مختلف دول العالم من تخصصات العلوم الدينية على وجه الخصوص والعلوم الاجتماعية بشكل عام. تتكون المجلة من ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول هو قسم الدراسات، ويتضمن هذا القسم مقالات متنوعة. والقسم الثاني هو ملف العدد، ويحتوي هذا القسم موضوع الغلاف. والقسم الأخير يتعلق بالحوار وتعريف الأطروحات والمنشورات الأكاديمية التي صدرت حديثا، وكذا الأنشطة الأكاديمية المختلفة التي تقوم بها مؤسسة اسطنبول للثقافة والعلوم في أنحاء العالم. ولهذه المجلة فائدة أخرى، أنها يمكن أن تكون مصدرا توثيقيا لأنشطة رسائل النور وما يعقد حولها من مؤتمرات وما ينجز فيها من رسائل علمية ودراسات. صاحب الامتياز المجلة والمدير المسؤول عنها هو كنعان ديمرطاش، عضو هيئة أمناء اللجنة التنفيذية لمؤسسة اسطنبول للثقافة والعلوم التي تصدر المجلة. للمجلة لجنة تحكيم دولية ومؤسسة إشراف واسعة. والمدير العام للنشر للمجلة هو مترجم كلية رسائل النور من التركية إلى العربية إحسان قاسم الصالحي. أنا إحسان قاسم، المشرف على مجلة النور، ووظيفتي في هذه المجلة الحفاظ على التوازن الفكري والعقلي والعقدي والروحي في رسائل النور. فعندما نعرض رسائل النور لا نعرض جانبها الفكري فقط، وإنما جميع جوانبها، بحيث أن القارئ العربي يستفيد من جميع ما في داخل المقالة. يتم توزيع كل عدد جديد صدر من المجلة على أهم المكتبات وكل عمادات كليات على صعيد تركيا. وعلى ذلك فإنه يتم إرسال نسخ ورقية من المجلة عن طريق الشحن إلى أكثر من 50 جامعة في دول الشرق الأوسط وآسيا. ومن أراد من الباحثين إرسال مقالته إلى المجلة فما عليه إلا أن يبعثها إلى العنوان الإلكتروني التالي editor@nurmajalla.com.